إيمان الشريف المطربة التونسية قالت الحقيقة فاجأني صابر الرباعي كيعاون بخمسين مليون في فلسطين. يعني هي خرجت في التلفزة وقالت فاجأني وقالت لي المبلغ شوي. على كل حال الجيست هي قبل كل حاجة بارك الله فيه صابر ونتمنى وراو الكلنا كنا نجموا نعاونوا، لكن ديما نقولوا بارك الله في الإنسان اللي يعمل إنيسياتيف هو برافو طبعا أي. وخمسين مليون للفنان أنه يعطي خمسين مليون يظهر لي حاجة باهية، حاجة باهية الحقيقة، خاطر صابر ما يغنيش كل يوم. صابر يغني مرة في الشهرين والفرقة نتاعو فيها 80 واحد، في بالك؟ بارك الله معناتها يخلص برشا ومصاريفه كبيرة. على كل ليليا الدهماني شنو رأيك في كلمتين؟ غالطة ولا صحيحة إيمان؟ لا يا بارك الله فيه، ما كنت نجم تعطي أكثر، تعطي هي أكثر. هي تعطي أكثر؟ من 50 مليون. ولا ليليا قالت لك إيمان الشريف إذا هي تنجم تعطي أكثر، تعطي أكثر، علاش لا؟ دلا جينو الحقيقة مش هي بركة برشا ناس 50 مليون هو ليه هما غايضهم أكثر من القضية الفلسطينية المليار اللي خذاه صابر حازينه في المليار. مش تقول إيمان ما عندي ما قوله ما عندك ما تقول طبعا معز الترودي حقاقا للحق أنا ما نجم اللوم على بشر كان كي نعمل كيفه صحيح برافو برافو يعني كان وقتها تلوم كان معز يعطي 50 مليون قولوا صابر يجبو يعطي اكثر وقتها صابر قولوا اعطي 51 اما يظن هو برك عطاء والله احنا بالكلمه الفرنسويه نقولوها سي لو جيست كي كونت يعني هو بارك الله فيه انه مثلنا الكل احنا وهو مشى اعطاه 50 مليون شكون منا عطاه 50 مليون؟ ما عطاه حد منا. بارك الله فيك. تحية للمطرب العربي صابر الرباعي بالطبيعة. باهي نقيب الفنانين سي نور الدين ماهر الهمامي. اي. أنت كمطرب موجود في الساحة وعندك تاريخ وعندك اسم. هالنقيب ماهر الهمامي قدم حاجة للفنانين تراه عاون، ساعد، بلغ، تكلم، دافع. منعش والله انا في وقت الكورونا بصراحه تحرك برشا فهمتي بون خويا عبد الرزاق الكمال لله راهو هي شنو القضيه هي يلزمك تسمع الاجيال باش تنجم تخدم انت شنو اقتراحات الاجيال تو انا جيلي انا جيل جيل نتاعو هو جيل جيل ضم الناس جيل عندهم انت شنو تراه اللي تسمع فيه واللي تراه نحب ناخذ انطباعك الاولاني يقول لك ماهر الهمامي النقيب انا نقول انا نقول بارك الله فيه وان شاء الله فيما احسن واضح بارك الله فيه وان شاء الله ما احسن ليليا الدهماني لا انا والله ما عنديش حتى ما عنديش فكره كبيره ما عندكش علاقه به لا والله ما الحق ما ريت لا ريت ولا راني لا شفت ما تعرفوش بعضكم انت وماهر الهمامي ما ريتوش بالكل لا فرصه يا ماهر نسمع فرصه عليه. يا ماهر باش تعرف ليليا الدهماني لا اكيد يعرفني شنو عارفكش. اي ليه معناتها قلت لك ما تقابلناش نحكي يعرفوا بعضهم يتقابلوا اما نسمع عليه عمل حاجات تحرك عمل حاجات تسمع عليه تحرك حاجات اي نسمع عليه واضح اما تبارك الله 50 مليون 1000 مليون فرطاس خلف اللي بشوشته ايش باش يعمل مزيكا دلا شينو في كلمتين والله في كلمتين انا ما زلت بعد ما استقلت من النقابه كنت نقيب مكلف بالعلاقات العامه والعلاقات الخارجيه وتنجم تقول هذايا بالفم والملاء بعد نقابة مقداد وبعد النقابة إذا كان فما واحد عملها راني أنا وللحديث عن النقابة حتى نلم أفكاري ونلم معلوماتي وللحديث بقي. مالا أنت توا حسيتك وي حسيتك ما عندكش موقف من ماهر مؤجل الحديث مؤجل تخي بيانتو يقول لنا لا مش هنا مش هنا مش تو شنو رأيك؟ أنا اللي ريته بعيني اللي ريته بعينيك أنا نحب أنه عاون موسيقيين فما عباد نعرفهم أنا شخصيا معناها النقابة اللي هو فيها عاونوهم في مواقف معناها إنسانية مع
أنا ريتها بعينيا. وهذه كلمة حق. كلمة حق نقولها بالرجل. برافو. الله فيه. يرحم والديك. نحكيو تصفيق. معزز تروج. الأرجح أني نحتفظ برأيي في الموضوع ذي، لأنه حقيقة معناها ما نجمش نعطي المستوى الحقيقي للمشروع هذي في حد ذاته. أي. ولكن نجم نقول عليه كان أنا سألتك سمعت عليه أنه يخدم وخدم مع ناس وعاون وحاول يحل مشاكل ناس ولا لا؟ هذا هو. ما عنديش عليهم حتى فكرة. ما عندك عليهم؟ أنت ماكش منخرط في النقابة. لا لا. موقف منك هذا. ما أنا ما حكاية زيد. غير مقتنع بالعمل النقابي. حكاية فارغ. واضح غير مقتنع بالعمل النقابي. أنا سي عبد الرزاق راني في نقابة لطفي وصابر راني. هي ما فماش النقابة هذه. نعم. النقابة هذه ما فماش. مو هنا الإشكال. يعني مو هنا الإشكال. دي ما فيش إشكال. والله العظيم والله ما. شوف يا عبد الرزاق باش نتلموا باش نعملوا باش كذا لي بوست وأنا نقيب وأنا رئيس النقابة وأنا رئيس الفنانين وأنا كذا حصلت غادي. لا لا فما حاجه نورجيت نقابه لطفي بوشناق اذ ما حلت نقابتكم اذ ما حلت والنقابه الاخرى قاعده تخدم خلينا هذا الواضح راه في وقت اللي باش انا تو محايد معناتها ما عنديش معز يخزر لي بغادي لطفي حل داره للفنانين لطفي حل داره للفنانين باش نعملوا نقابه اتبقى شو اللي صار من بعد ما صار شيء يا مان الله اعلم هي ما دامك ما عندنا ما فما نشاط الله اعلم انا قلت لك ما نجمش نتكلم على شيء انتم فنانين ما تعرف تي ليه كلموني يا مان نحس يا سي عبد الرزاق يا سي عبد الرزاق خليني نقول لك خويا غني راب فما ناس على لي بوست فما ناس ارميلو عظمه ينسوا خيالو البقيه ارميلو عظمه ينسوا خيالو البقيه فما ناس ماهيش فما مثلا رؤى انا نجتمع بالفنانين مره في ست القول ولا مره في العز الترودي ما عندوش علاقه بالنقابه ذي وعنده موقف من نقيب الفنانين نفس الشيء الدلاجي تبقى جلول جلاس يقول خدم نور الدين يقول لك عمل حاجات ليليا تقول لك رغم ما نعرفش عمل حاجات دونك شو نقول انا نقول هذه نقابتكم وانتوما اللي تحكموا عليها انا ما نجمش نحكم عليها اكثر منكم انتوما على كل رؤوف ماهر تعرفوه فنان رؤوف ماهر اي فنان دقيق باش نقول لكم اللي عنده غنايه تونسي رؤوف ماهر دقيق ما تعرفش رؤوف ماهر والله والله انا نور الدين البيجي ما يعرفش رؤوف ماهر انت تعرفه ها لا ما تعرفش رؤوف ماهر لا معناها ما قالوا لي مش من جيلنا وما تعاملناش مع بعض. لكن تعرفوا صابر الرباعي، هو قد صابر الرباعي ولا أكبر. إي لكن صابر عنده تاريخ. شنو هي؟ رؤوف ماهر نعرفه أنا. أقل شيء، أقل شيء أنا نعرف رؤوف ماهر 20 سنة. نهار أنا رؤوف ماهر هو. مغني رؤوف ماهر التراث الجربي. سنوات شو سنوات طويلة وهو يشتغل في صمت ويشتغل بصعوبات. ربي يعينه. وما لقى ثنية تعرف قداه عنده؟ عامين. ولا ثلاث سنين باش القاثني لا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه فنان على كل رؤوف ماهر هذا عنده غنيه اسمها الخطافه ولا تعبني اللي تعرف قداش عامله اكثر من 10 ملايين ما شاء الله ما شاء الله علاش لا عينه عليه علاش لا ما تعرفيش الخطافه والله يا سي اسعد مالك كيفاش عامله 10 ملايين اذا ما تعرفوا ايه رؤوف ماهر سامحني قول له ولدي راني ما نسمك الناس اللي يدخل في الوحده ذيك قول انت رؤوف ماهر مشهور على الديجيتال مش مشهور مانيش نتبع على بلاصه اخرى عبد الرزاق تبدلت شهره راهي تبدلت ما عادش تلافز وما عادش مالا احنا وين تشهرنا تشهرنا في الديجيتال مثلا سامحني عبد الرزاق انا كان نحكي لك قداش من انستغراموز موجودين فما 1000 كلهم مشهورين هم يعملوا في ملايين تلفزه تقعد تلفزه هما يشهروا تلفزه تقعد تلفزه اللي زان انستغرام تلفزه هي اكبر حاجه تشهر الناس ما تحكيليش اوكي ما تو تبدلت الدليل ليه اضافه الفيسبوك والديجيتال معاك يا سي عبد الرزاق تلفزه تقعد تلفزه يا سي عبد الرزاق ريتك تتعدى في تلفزه يا سي عبد الرزاق تتعدى على البورتابل ما تتشد يا سي عبد الرزاق يزبيه يا سي عبد الرزاق اخويا راهو تلفا مع احترامتي لبعض القنوات اما انا جبت الخيط رجعت الخيط على خط الغزه اي باش نتكلموا صحيح علاش؟ نقول لك علاش انا في جربه عم ناول في مدنين في مدنين سمعت اللي كونوا جيت وقلت لهم يا اخي ما تحطوش القناه الفلانيه والقناه الفلانيه
قال لي ياسر الدين رانا عندنا عائلات وعندنا اولاد وعندنا بنات. قال لي هي ما فما يعني فما برامج اخرى. لا فما انا قلت لك بعض القنوات اللي قلت بعض القنوات يعني وبعض البرامج يعني وفما عوده توا. شو انا نحس فما عوده للبرامج الجديه شويه ان شاء الله يا سي عبد. البرامج حتى كان فما شويه تفدليك برنامج ولا محترم هاو جدي برنامج ولا هاو الدلاجي مثلا ايمان. شفتوا الفيديو اليوم ايمان شكون؟ شريف تلوم فيك. قالوا لي عليه والله تلوم فيك. عندما تلوم انت تغششت كي قلدك محمد علي العكس عملت حكايه وحدها. ها انت ما تغششتش تو فما واحد يا ربي يجيو يقلدوه راهو التقليد في عالم راهو يلزمك تفهم واش معناتها. ما يقلدوش النكره ما يقلدوش الغير محبوب ما يقلدوش الغير مشهور. انت ماكش متغشش باليش. يا ايمان يا ايمان لومك ما عندوش مكان لانه ليه وبارسا يقول لك الدلاجي انا مانيش متغشش. ليه وحتى لو كان تقول لك مثلا شبيه انا ما جاوبتش ما جاوبش هكاك. انا الحب بلاش السبان والاجابه بالفلوس زي ما تعطيني برشا فلوس باش نجاوبها كيكا هو اللي شابتني يلزم برشا فلوس زي ما تعطيني يلزم تعطيك برشا فلوس باش نجاوب باش ترد. يلا لانفيتي ماسكي اللحظه الحاسمه لانفيتي ماسكي.